ابتدي بقى من النقطة دي، عشان هي النقطة دي اللي أصبحت إيه هي حديث المدينة في الفترة الأخيرة. مسألة لقاء الأهلي وترجي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب، واللي الحقيقة كتير من الناس بيعتبروا إن الماتشين دول يعتبروا يعني إيه نهائي مبكر. مبكر صحيح. مش كده برضه حضرتك متفق مع الرؤية؟ لا متفق طبعًا إن هو بيعتبر نهائي مبكر، لأن دايمًا في بطولات أفريقيا على مدار ال 20 سنة اللي فاتت الاهلي والترجي ديربي. يعني هنقول ان في خلال السنين اللي فاتت كلها ملاقات الاهلي والترجي كان 20 مره. يعني 8 الاهلي كسب، 8 تعادلوا، 4 كسب الترجي. فالمباراه ديربي، يعني سواء في رادس بقى، سواء في استاد القاهره، الموضوع مش فارق مع الفرقتين خالص، لان يعني كم مره النادي الاهلي خدها من هناك من رادس. صحيح. وكم مره هنا في 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 استاد القاهره كان ندي جامد جدا الترجي للنادي الاهلي في كل الحالات. فالمباراه مش سهله، والمباراه لابد ان احنا نحترم هذا الخصم، لان مش عايزين نقول خصم عشان الخصم دي انا ما بحبهاش في الرياضه. المنافس. المنافس، وهو جدير بالاحترام. هو جدير، وتاريخه بيؤكد على هذا الامر. طيب بالظبط. يعني هو لما يوصل 20 مره قدام النادي الاهلي في النهائيات، يعني ده جدير بالاحترام ولازم نحترمه. اي فريق بقى يوصل في هذه المكانه قدام النادي الاهلي في النصف النهائي او في النهائي، لابد ان النادي الاهلي بيحترمه احترام شديد جدا، بياخد عنه المعلومات اللازمه لخوض هذه المباراه. وخاصه الترجي اللي بنعتبره هو نفسه عاوز يبقى يعوض اللي فاته مع النادي الاهلي. طبعا. وانا بعتبر النادي الاهلي زي ما هو في الدوري المصري، كل فرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي بتبقى بتعد العده عشان تكسب النادي الاهلي. كل لعيب في مصر عاوز ينال شرف وشرف الالتحاق في صفوف النادي الاهلي، فبيلعب بيطلع كل ما عنده قدام النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يبقى عينه عليه ويختاره يجيبه لصفوف النادي الاهلي. فالنادي الاهلي يعني في مشكله كبيره، سواء افريقيا او محليا. يعني محليا مش فارق مع النادي الاهلي قدامه الزمالك او ولا المنيا، مع احترامي للمنيا، فريق صغير او فريق كبير بيلعب على البطوله، هو كله بيجي قصاد الاهلي ويحجر جامد. ايوه، ما هو كل واحد بيطلع كل امكانياته قدام النادي الاهلي. صحيح. كل مدرب عاوز يثبت امكانياته قدام النادي الاهلي، وبالذات فرق شمال افريقيا بصفه خاصه وعبر التاريخ. يعني دايما بتلاقي فعلا اي ماتش جزائر تونس المغرب، لا يعني ماتشات مع اي بلد في الدنيا او اي فريق في الدنيا كوم، وقدام النادي الاهلي تلاقيهم دايما كوم تاني. يعني لو بصيت على الـ على الـ على مشوار النادي الاهلي كله، هتلاقي يعني شكل المباراه مع بلد افريقيه، احنا كلنا في افريقيا طبعا. أنا مش عايزين نقول بلد افريقيه يعني من قاره تانية، لا من تحت. غير شمال افريقيا خالص، يعني بيبقى الشكل مش زي بعضه خالص، لان شمال افريقيا دايما هما مدرستين مختلفتين بالظبط، لان اعدادهم كله بيبقى في اوروبا، هما قريبين من اوروبا فوق طبعا، بيعملوا اعداداتهم كلها. ومعظم لعيبتهم محترفين كمان، ومعظم لعيبتهم محترفين في اوروبا. صحيح. فالمستوى بيبقى عالي جدا، ومعروف ان الجزائر والمغرب وتونس كل دول يعني بينالوا الحظ في 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 كاس العالم على طول. هتلاقي يعني لو ما لقيتش تونس تلاقي الجزائر، تلاقي لا المغرب. ومش بس بيتواجدوا، لا وبيعملوا شغل حلو كمان. طبعا طبعا، ما انا بقول لحضرتك يعني